طيب بالنسبة لموضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ازاي انك تحسن من وظائف المخ وتقوي الذاكرة وتحل مشكلة النسيان والمشاكل بتاعت انك مش فاكر حاجة. والموضوع ده انا كنت فاكر ان هعمل فيه كذا وكذا وبعد كده نسيت الموضوع تماما او نسيت اجزاء مهمة منه. كل المشاكل دي لها حلول زي الادوية وخلافه، ولكن زي ما انتم متعودين مني انا هقولك على الطريقة السهلة وهي الاكل. طيب ايه هو الاكل اللي ناكله عشان نحسن الموضوع ده؟ رقم واحد معانا وهي الاسماك الدهنية. دي الاسماك الغنية بالاوميجا 3، وزي ما احنا عارفين الاوميجا 3 من الاحماض الدهنية الغير مشبعة اللي الجسم مبيقدرش يكونها، عشان كده لازم ناخده من الاكل. طيب ايه الاسماك الدهنية اللي فيها الاوميجا 3؟ هتلاقيه موجود في السلمون والسردين والتونة والماكريل. وميزة بقى الاوميجا 3 في ايه؟ المخ بتاعنا يا جماعة المكون الرئيسي بتاعه وهو الدهون، اكتر من 60% من تكوينه هي دهون خاصة للأوميجا 3. فبالتالي الأوميجا 3 اللي موجودة في الأسماك الغنية بالدهون بتمد الجسم وبتمد المخ بالأوميجا 3 اللي هو محتاجها، ودي مفيدة جدا في تجديد الخلايا العصبية وبتقلل الشيخوخة بتاعت المخ وبتحسن مراكز الذاكرة. وفي دراسات بتربط ما بين الأوميجا 3 وتحسين أعراض الزهايمر وفقدان الذاكرة. فأنت مهم جدا أن يكون في نظامك الغذائي بتاعك مرتين في الأسبوع يكون في أسماك، وخاصة الأسماك الدهنية. ولو أنت ما بتحبش السمك وما بتاكلوش يبقى أنت جسمك ما بياخدش كفايته من الأوميجا 3، وزي ما قلنا أن الجسم ما بيعرفش يكونه، يبقى كده أنت محتاج تعوضها بمكملات غذائية غنية بالأوميجا 3. رقم 2 معانا وهو كنز غذائي، وكل ما أجي أبحث عن السوبر فودز أو الأطعمة المفيدة لصحة الجسم لازم ألاقي فيها البلو بيري أو التوت. عائلة التوت دي بقى مهمة جدا في حاجات كتير اتكلمنا عنها قبل كده، في المناعة أو في فيتامين سي وفي صحة الجلد، واتكلمنا عنها في حلقة بتاعة الفواكه المسموحة لمرضى السكر، والنهاردة بنتكلم عليها برضو في تحسين وظائف المخ وفي تحسين الذاكرة عن طريق ان هي فيها ثلاث حاجات، فيها انتي اوكسيدنت وفيها انتي انفلاماتري يعني مضادات اكسده ومضادات التهاب، والحاجه الثالثه ان هي ليها انتي ايجينج افكت اللي هو تاثير مضاد للشيخوخه، والمكونات اللي فيها مليانه مضادات اكسده ومضادات التهاب. كل الحاجات دي بتعمل على تحسين وظائف المخ وبتقلل النسيان وبتحسن من اداء وظائف ومركز الذاكره والتعليم في المخ. رقم 3 معانا وهو شيء يبدو بديهي جدا وهي القهوه. القهوة بتصحصح البني آدم كده وبتفوقه وبتزود تركيزه وبتقلل إحساسه بالنعاس وبتحسن من المود والمزاج وبتقلل من الستريس. وفي دراسات بتربط القهوة بتحسين الذاكرة وتحسين أعراض مرض الزهايمر وشلل الرعاش. ومش بس كده، القهوة فيها مضادات أكسدة فبالتالي بتقلل اللي هو الإيدجينج أو الشيخوخة بتاعت الجسم عامة وبتاعت المخ، والعوامل دي كلها مع بعض بتحسن الذاكرة وبتقلل النسيان وبتزود عندك الإحساس اللي انت أليرت اللي انت منتبه كده وصاحي وفايق ومركز، وكل دي حاجات بتخليك انك تأدي أفضل وتحسن وظائف المخ. طيب القهوة محتاجينها قد إيه في اليوم؟ في دراسات كتير بتقول ان القهوة ممكن تاخدها مرتين ثلاثة في اليوم بس بجرعات صغيرة، يعني مش لازم تشرب لك ثلاث مجات كبار في اليوم قهوة، ممكن تشرب لك بس فنجانين او ثلاثة صغيرين على مدار اليوم، بحيث ان انت تفضل الفترة اللي انت محتاجها في الشغل في المذاكرة تفضل ان انت محافظ على تركيزك خلال اليوم. ولكن طبعا في ناس القهوة بتأثر عليهم في النوم، فلو انت من الناس دي يبقى اخر فنجان قهوة تشربه يكون قبل النوم بفترة ما تقلش عن 6 ساعات عشان ما يأثرش على النوم. لكن في ناس ما بيفرقش معاها الموضوع ده، زي كده ممكن اشرب كوباية قهوة قبل ما ادخل انام على طول وعادي ما فيش اي مشكلة وانام على طول، ويبقى عرفوني تحت في التعليقات مين زي كده. رقم 4 هي الدارك شوكولات او الشوكولاتة الغامقة. طيب اي شوكولاتة ناكلها كده يا دكتور عشان تحسن وظائف المخ وتقوي الذاكرة؟ لا طبعا، الشوكولاتة الغامقة مواصفاتها انها تكون اكتر من 70% كاكاو وما يكونش مضاف لها سكر. طيب ليه الشوكولاتة الغامقة مفيدة للذاكرة والوظائف المخ؟ لان هي بتحتوي على مركبات كتير جدا انتي اوكسيدنت، واهمهم هو الفلافونويدز. دول وظيفتهم ايه؟ دول مضادات للأكسدة وبتقلل من الاسترس وبتحسن من وظائف المخ وبتحسن الذاكرة وبتقلل الشيخوخة بتاعت المخ. يعني كده الشوكولاتة الغامقة بتعمل دورين مهمين جدا، انها بتقلل الشيخوخة والحاجة التانية انها بتقوي الذاكرة وبتحسن وظائف المخ، بس ارجوكم ما يكونش مضاف فيها سكر. رقم 5 معانا ودي كانت مفاجأة ليا وانا بحضر الموضوع ده، وهو الكركم. الكركم يا جماعة كنز غذائي مهدور حقه في بيوت كتيرة. اهم مادة في الكركم هي الكركمين. المادة دي بتعتبر مضادة للاكتئاب وانتي ايجينج يعني مضادة للشيخوخة، وليها تأثير مضاد للأكسدة. وميزة المادة دي ان في دراسات اثبتت ان هي تقدر تعدي الحاجز اللي حوالين المخ، فبالتالي بتوصل للخلايا العصبية وبتساعدها في تجديد خلايا المخ، والحاجات دي مع بعض بتعمل على تحسين وظائف المخ
وتقليل النسيان وضعف الذاكرة. فبالتالي الكركم مهم جدا ان احنا نضيفه في اكلنا بحيث ان احنا نستفيد بالقيمة الغذائية بتاعته في كل الحاجات اللي احنا قلناها. رقم 6 معانا وهو كنز غذائي بجد لازم الناس كلها تركز عليه وهو البروكلي. البروكلي ده قنبلة غذائية مليان معادن ومليان فيتامينات ومضادات اكسدة ومضادات التهاب. واللي يهمنا في موضوعنا النهاردة ان هو فيه مضادات اكسدة وفيه فيتامين كي وفيه مضادات التهاب. الميكس ده مع باقي المعادن اللي هو بيحتوي عليها بيقلل شيخوخة المخ وبيحسن من وظائف المخ وبيقلل من ضعف الذاكرة والنسيان وبيحسن الحالة المزاجية كمضاد للاكتئاب. فلازم نستفيد بالبروكلي في الاكل بتاعنا. ولو انت ما بتحبش تاكل بروكلي او مش بتحب طعمه تقدر على الاقل انك تستفيد منه في صورة شوربة وتحط عليه بقى شوية مشروم كده وشوية كريمة بتحسن من طعمه جدا وتقدر تستفيد بيه. وما تنساش تعزمني على الشوربة دي. فالبروكلي كنز غذائي لازم يكون موجود في اكلنا ما عدا الناس اللي فيتامين كي بيعمل لها مشاكل زي الناس اللي بتاخد ادويه سهوله تبقى واخده بالها من الحاجات اللي فيها فيتامين كي. رقم 7 معانا وهي المكسرات. المكسرات بانواعها بتتميز ان هي فيها مضادات اكسده وفيها فيتامين اي وفيها اوميجا 3 خاصه لو انت مقصر في موضوع السمك. فالمكسرات هتعتبر بديل ليك تاني للاوميجا 3. والحاجات دي كلها بتقاوم شيخوخه المخ وبتحسن من الذاكره وبتقلل من اعراض النسيان وفقدان الذاكره. طيب هل كل المكسرات مفيده؟ اه كل المكسرات مفيده، ولكن افضلهم في المحتوى بتاعهم من الاوميجا 3 وفيتامين اي هو عين الجمل اللي حتى شكله كده شبه المخ واللوز. بس ناخد بالنا ان المكسرات فيها سعرات حرارية عالية فممكن تسبب زيادة في الوزن. رقم 8 وحاجة مهمة جدا وجايز ناس كتير تستغربها وهي البيض. البيض الحاجة اللي حصل لها ظلم تاريخي، الناس اللي هي بتقولك ارمي صفار البيض والناس اللي بتخاف من البيض عشان خاطر الكوليسترول، ويعتبر من اكتر الحاجات اللي حصل لها ظلم علمي وظلم تاريخي. طيب ايه فايدة البيض في تنشيط الدماغ؟ ده لانه بيحتوي على فيتامين B6 وB12 وكولين وفوليك اسيد. الاربع مكونات دول ليهم تأثيرات قوية جدا، بيحسنوا المزاج وبيقللوا الاكتئاب وبيقوي الذاكرة وتجديد الخلايا العصبية في المخ. فالبيض يا جماعة حاجة مهمة جدا ومليان دهون صحية وفيه بروتين. فمن النهاردة أرجوك ضيف في وجبة فطارك بيضة واحدة والدنيا عندك إن شاء الله هتختلف. رقم 9 وهي البامبكن سيد أو بذور كرع العسل، اللي هي إحنا بناخدها دي ونرميها. لما بنقطع كرع العسل بناخد البذر ونرميه. بعد كده ما ترميش البذر ده ولازم تستفيد بيه، لأن البذر اللي أنت بترميه ده فيه مضادات أكسدة وفيه زنك ومغنيسيوم ونحاس وفيه مضادات التهاب. والمجموعة القوية دي كلها بتأثر بشكل كبير على وظائف المخ ومقاوم للشيخوخة وبيحسن من مراكز الذاكرة ومراكز التعليم. فبعد كده مترموش بذور كرع العسل ولازم تستفيدوا منها. وفي وصفات كتير هتلاقيها على النت الاستفادة من بذور كرع العسل، ممكن تخشوا ودوروا عليها. رقم 10 معانا هي المصادر الغنية بفيتامين سي زي الفلفل الملون وزي الفراولة والجوافة والبرتقال. وانك تحافظ على مصدر غني بفيتامين سي يوميا في غذائك دي حاجة مهمة جدا. ويا سلام بقى لو كل يوم في طبق السلطة بتاعك تقطع لك عليه فلفل ملون، هتاخد كفايتك من فيتامين سي. وزي ما احنا عارفين ان فيتامين سي ليه تأثير مضاد للشيخوخة ومقوي للمناعة ومضاد للأكسدة ومهم جدا لمرضى السكر وبيحسن من وظائف المخ وبيقلل من النسيان. واخر حاجة معانا وهي الشاي الاخضر. الشاي الاخضر ليه تأثير وليه خصائص مشابهة للجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في القهوة. الشاي الاخضر فيه مضادات أكسدة وفيه كافيين، فبالتالي بيرفع حالة التركيز والانتباه عندك وبيقلل الإحساس بالنعاس وبيخليك كده مصحصح وقادر تكمل يومك. ونقدر نستخدم الشاي الأخضر برضو زي ما اتكلمنا على القهوة ان احنا نشرب كوبايتين شاي او ثلاثة في اليوم، بس تكون كوباية صغيرة. هتحسن الذاكرة وبتقلل من اعراض الاكتئاب وتقلل الضغط والاسترس عليك. دول كده كانوا الأطعمة المهمة جدا للناس اللي بتشتكي من النسيان وضعف الذاكرة، ولو ركزت عليهم هيبقوا عامل مساعد جدا في تحسين وظائف المخ. وفي حاجات تانية طبعا زي الأدوية لتحسين الذاكرة وإنها تقلل من حالة النسيان والتوهان وقلة التركيز، بس مش كل حاجة دواء. خلي الأكل بتاعك هو الدواء. وفي تمارين كتيرة لتحسين الذاكرة وتمارين الاسترخاء، وبقى في تطبيقات كتير على الموبايل إن هي تحسن لك موضوع الذاكرة. وطبعا اولا واخيرا لا شيء يغني عن استشاره الطبيب المختص، ومحتاج انك تروح للدكتور وتكشف عنده وهيراجع بقى التاريخ المرضي بتاعك وبيشوف هل في نقص في عنصر غذائي عندك
وهل انت محتاج ادويه، وهل في حاجه ليها تاثير نفسي محتاج يتظبط، ولو لا قدر الله الموضوع متطور اكتر ومحتاج فحوصات خاصه للمخ. فاحنا اتكلمنا عن عنصر من العناصر اللي انت محتاج تمشي عليها كلها عشان تحسن من ضعف الذاكره وشيخوخه المخ، وهو العنصر المختص بالغذاء. وزي ما قال ابوكراط المشهور بابو الطب، اجعل غذائك دوائك واجعل دواء غذائك. فاهتم بالاكل اللي احنا قلناه النهارده مع العوامل الثانيه، مع الراحه وتقليل الضغط النفسي والعصب عليك، وان شاء الله يتحسن عندك موضوع الذاكره وتقابل الناس بعد كده وتفتكر اساميهم زي ما كنت زمان. اتمنى من الله ان اكون قدرت افيدكم. ما تنساش بقى تدعمني بلايك وشير. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.